السلام عليكم. إذا في إطار التحضير للأسئلة اللي دائما كتكون حاضرة في امتحان اللغة الفرنسية، طبيعة الحال أحرار جميع الشعب، دائما قلنا السؤال الأول كيجينا واحد سؤال خاص بليزانفورماسيون ديال الغومو، يا إما كيكون عنده علاقة بالبيوغرافي يعني السيرة ديال الكاتب، أولا بالمعلومات ديال المؤلف. طبيعة الحال أمامكم على الصورة السؤال اللي دائما حاضر بجوج اشكال، يا اما هذا هو الشكل الاول، يعني كيعطيك ان طابلو تيقول لك عمر فيه المعلومات الخاصه بالمؤلف اللي لقيتي عندك في المقطع، يعني مثلا لقيتي عندك كونديت اون اوبتيميزم من خلال مثلا الشخصيات، هما كتشوفوا بونغلوس مارتان او لا الدوغادو، بعض البلايص اللي معروفين في هذا الغومو هذا، او مثلا الغومو ديال لو بير غوريو، تشوف شخصيه لو بير غوريو اناستازي ديال فين بناته، تشوف مثلا لو بونسيون النزول ديال مدام بوكي، وتشوف باري مثلا، او لا تشوف بوشعيب اكادير لا فيي فام، تشوف امور، تشوف بعض الشخصيات لو ترومبلومون، وهكذا من خلال هذه المعلومات هذه كتعرف على اين هذا المقطع هذا كينتمي لاين غومو، كتجي مباشره باش تعمر هذه المعلومات يا في هذا الطابلو يا في فقره. اذا الطابلو كيكون فيه هذا الشيء هذا اللي ديجا شفتو معكم بزاف د المرات، ولكن كنذكر به كتعمر لوتور واللي هي الكاتب، كتعمر لو تيتغ ديال الغومو. انا غندير لكم واحد فيج ليكتور، غنحاول نقرا معكم هذه المعلومات ديال المؤلفات الثلاث، كتقرا كتكتب عفوا لو جونغ ليتيغ يعني النوع الادبي ديال الغومو اللي كتنتمي ليها، وكذلك لو سياكل القرن 18. اذا كيجيك هذا النوع جهه مكناس فاس، بعض المرات كيحطوا لهم واحد الفقره اللي غنوريكم الشكل ديالها دابا نيت. اذا كيجيك الجدول اولا كتجيك بلاصتو هذه الفقره هذه، خاصة خصك تكون حافظ مزيان المعلومات ديال المؤلف، وهنا ما غتكتفيش فقط بالاسم ديال لوتور اللي هو الكاتب، او لا لو تيتغ ديال الغومو يعني العنوان، او لا لو سياكل اللي هو القرن، او لو جون، هنا ربما كيطلبوا منك معلومات اخرى بحال لا دات ديكريتور، ولا لي زوفر اخرين كتب اخرى ديال هذا الكاتب، ولا دي بيرسوناج، ولا على حسب. اذا شفنا الجدول غنشوفوا دابا الفقره، لاحظوا قال لك كومبليتي لا بريزونطاسيون سويفونت، كاين طابلو كاين بريزونطاسيون بور سيتوي لو باساج دون لوفر دون تيل اكستراي، يعني كيجي كيقول لك مثلا سو تكست اي اكستراي دي، يعني شنو يعني اكستراي دي شنو، انتما كتشوفوا الجونغ، يعني هنا غادي تقول يا اما اكستراي دي مثلا الرومان ديال كونديد اول اوبتيميزم اللي هو كونت فيلوزوفيك، او الرومون ديال il était une fois un vieux couple heureux اللي هو رومون مغربين، او لو بير غوريو اللي هو رومون رياليست. اذا كتكتب هنا لو جونغ، هو طالب لك لو جونغ، وهنا طالب لك لو تيتغ اللي هو العنوان، هنا المؤلفات ثلاث العناوين ديالهم كونديد اول اوبتيميزم، او لو بير غوريو، او il était une fois un vieux couple heureux. بطبيعه الحال كيف قلت لكم باش تعرفوا هذا الشيء، نجي نقرا في الرومون مباشره، هي بانت لي بوشعيب، انا عارف هذا ان الى تاتين فوا فيو كوبل اور كون بالي لو بير غوريو اناستازي ديلفين فوترا جان بيان شون، وهكذا غادي نعرف راسي راه لو بير غوريو. كون بالي كونديد كونديد مثلا، ولا بونغلوس، ولا مارتان، ولا جاك كاكومبو، ولا كونيغوند، لا فيي فام، لو بارون فيس، ولا لو بارون، ولا بارون، ولا شي بلاصه مشهوره ك لو شاتو دو ويستفالي، ولا ايل دوغادو، ولا قاديس. اذا من خلال القرايه ديالي كنشوف البلايص لي ليو، هادشي اللي غندير لكم في فيديو مقبل، يعني كنشوف البلايص وكنشوف الشخصيات باش كنتعرف على الاكستري فين صافي. اذا شوفوا نكملوا دي جونغ، نقول نوع لو جونغ ديال الرومون، لو تيتغ العنوان ديالها، اكري بار انا نكتب لوتور، وعندنا ثلاثه ديال لي زوتور، الكتاب فولتير اللي كاتب كونديد اوبتيميزم، محمد خير الدين اللي كاتب هادي النيت اللي هي اللي تجي فوا فيو كوبل اوغ، وبالزاك اللي كاتب لو بير غوريو. وهنا كاتبين لك لو بيرسوناج برينسيبال شنو، يعني الشخصيه الرئيسيه كونديد اول اوبتيميزم راه فيها كونديد، ايتيجين فوا فيو كوبل اورو الشخصيه الرئيسيه هو بوشعيب، ولو بير غوريو الشخصيه الرئيسيه كاين عندنا كاين بزاف، كاين لو بير غوريو اللي مسمي عليه، وكاين اوجين، ومن الاحسن نديرو لو بير غوريو. وكذلك فيفون او يعني هذاك الشخصيه الرئيسيه، الا قال لك فيفون او اذا هنا او ماروك، بطبيعه الحال ديالك او ماروك، حيت هنا عندنا رومون اللي هي ايتيجين فوا فيو كوبل اورو اللي مكتوبه في لو ماروك. كون كانت عندك شي رومون اخرى مثلا لو بير غوريو غادي لك فيفون اون في البونسيون، ولا في باريس ساكن في النوز، ولا في باريس. كون كان مثلا كونديت اول اوبتيميزم اللي غايقول لك مثلا كان ساكن في لو شاتو دو ويستفاليا، اذا على حسب. وهنا قال لك باس سون طون ا اكريغ، يعني هادو معلومات كيتعلقوا بالكاتب،
كيتعلقوا بالرومان، لان هنا عندنا بوشعيب قال لك بوشعيب كيدوز وقته كيكتب شنو كيكتب بويزي ولا واحد لو ليفر اون اونور دانسان لو واحد القديس انسان. اذا هذه المعلومات هذه كيجيبوها لك على حساب الرومان. لو لنفرض مثلا كانت عندي كونديت اوبتيميزم كان غيقول لك ان نايف كريدول اللي هو تسترد من لو شاتو اللي كان امون كيبغي كونيغوند. مثلا كون كانت عندي لو بير غوريو يقول لك لو بير غوريو اللي كيعيش في بونسيون واللي بناته هما اناستازي وديال فين ويدير لك واحد الفراغ ويقول لك اللي كان ان اونسيان باش تعمر انت ان فيرميسيلي زعما باقي العجائن. اذا هذه الفقره هذه انتبهوا منها جدا، كتسمى لا بريزونطاسيون، يعني واحد الفقره اللي كيحط لك تعمرها باش تربع عليها واحد. لاحظوا انتم 0.25 فوا 6 يعني هذه تقريبا جوج ديال النقاط ولا النقطه ما خصهاش تضيع. صافي، هذا اول سؤال كيجيك على شكل فقره يا على شكل جدول. دونك دابا غادي نوريكم دراسه للمعلومات كامله الخاصه بالمؤلفات الثلاث، نشرحها لكم كامله باش تعرفوا فين تستعملوها، لا على حساب الجدول ولا على حساب الفقره الا جات. اذا المعلومات الخاصه بالمؤلفات الثلاث واللي خصك تحفظها عن ظهر قلب ضروري باش تمكن ديك النقطه ولا بارفوج نقاط في الجدول هي هذه. بطبيعه الحال شوف معايا مزيان، تيتغ دو لوفغ يعني العنوان ديال المؤلف، تيتغ دو لوفغ كتعني عنوان المؤلف، والعناوين ديال المؤلفات الثلاث كنعرفوهم كونديد اول اوبتيميزم الا تيتين فوا فيو كوبل اوغو لو بير غوريو. صافي، هنا لوتور يعني الكاتب عندنا فولتير هو اللي كاتب كونديد اول اوبتيميزم، محمد خير الدين هو اللي كاتب اي تيتين فوا فيو كوبل اوغو، اونوري دو بالزاك هو اللي كاتب رومون ديال لو بير غوريو. دات اليو دو نيسونس يعني مكان وتاريخ الازدياد ديال من ديال لوط ديال الكاتب، فولتير زاد في 1694 في باريس، محمد خير الدين زاد في 1941 اتفراوت، وبالزاك زاد في 1799 في توغ هذه مدينه في فرنسا. هنا دات اليو دو ديسي لا مور زعما الوفاه 1978 فين مات فولتير في باريس، 1995 فين مات محمد خير الدين في الرباط، و1850 فين مات اونوري دو بالزاك في باريس. هنا لو جونغ ليتيغ اللي كاين في الطابلو دائما كونديد اول اوبتيميزم لو جونغ ديالو هو كونت فيلوزوفيك، était une fois un vieux couple heureux un roman maghrébin le genre dialogue le père Goriot un roman réaliste بالنسبة للكورون ليتيرير نادرا فين كتحط لا دات ديكريتور نفسي لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر مهم جدا تاي بارفو كتحط كونديد اول اوبتيميزم في 1759 était une fois un vieux couple heureux roman posthume il est publié en 2002 بعد ما توفى الكاتب ديالو محمد خير الدين عاد صدرات في 2002 وكذلك رومون ديال لو بير غوريو اللي تصدرت في 1835. وهنا لو سياكل خذوهم بالتتابع، كونديد اول اوبتيميزم تبيبليات في لو سياكل القرن 18، لو بير غوريو في لو سياكل القرن 19، ايتيتين فوا في كوبل اوغو في لو سياكل او القرن 20. لو ليو دو ليستواغ بطبيعة الحال البلاصة ديال ليستواغ فين كتبدا في ويست فالي في الالمان في لو شاتو منين تطرد اولا كونديد كان كيتسمى لو شاتو باغادي فين تطرد بسبب الغولاسيون مع كونيغوند. وبطبيعة الحال بقى كيمشي لقاديس الدوغادو، مشى لهولندا عاد جاك، مشى لشبونة، مشى لبوينس ايرس، مشى لكوستانتين بول، مشى لفرنسا، اذا بلايص بزاف. بالنسبة لإيتيشين فوا فيو كوبل اوغو كان كتوقع في واحد الفيلاج غوكيلي لا مونتاني غون اطلس او سود ماروك، يعني واحد القرية نائية فيلاج غوكيلي او سيد دو ماروك او سيد دو ماروك في الجنوب ديال المغرب. وكنهضرو شوية على انه كان عنده واحد الكيوسك في الصويره، وكذلك انه راكم واحد التجربه في الشمال وواحد القسط في اوروبا. لو بير غوريو ماشي لا ميزون فوكير، هذه البونسيون او لا ميزون فوكير ماشي مشكل ممكن مقبوله، لو بونسيون دو مدام فوكير فين كانت كتوقع هذه الروايه هذه، وبعض المرات في لوطيل ديال مدام بوسيون في بعض البلايص اللي هما المقبره فين كانت تدفن لو بير غوريو في الاخير ديال الروايه. هنا دو زوفر جوج روايات ديال نفس الكاتب، فولتير اللي هو كاتب كونديد اول اوبتيميزم عنده جوج اللي هما زاير واديب، وكذلك جوج روايات ديال محمد خير الدين اللي كاتب ايتين فوا اللي هما اكادير وسوماروك، وجوج رومون ديال بالزاك اللي كاتب لو بير غوريو واللي هما اوجيني غاندي وإليزيون بيردو. بالنسبه لي بيرسوناج المهمين في لي رومون كونديد اول اوبتيميزم كنشوفو كونديد الشاب اللي هو نايف كريديول اللي عليه هاد الرومون كامله، هو كونيغوند الحبيبه ديالو، بونغلوس لو بريسيبتور المعلم ديالو، كاكومبو لو فالي الخادم ديالو، ومارتان واحد الرفيق ديالو اللي غيكمل معاه الروايه، واحد الفيلوزوف بيسيميست متشائم، وبونغلوس العكس ديالو هو اوبتيميست متفائل. بالنسبه لي بيرسوناج ديال ايتين فوا
كاين بوشايب وصافي فام الزوجه ديالو اللي هي عاقر، هادو هما اهم شخصيات. وكاين اموح، كاين رضوان، كاين امزيل، كاين لو سيركونسيسور، كاين لادجوان، كاين بزاف ديال الشخصيات. وكذلك لو بير غوريو، اهم لي بيرسوناج كاين لو بير غوريوني، كاين اوجين دو راستانياك الشاب اللي جا من ضواحي باري باش يقراو، كان صديق ديال لو بير غوريو. كاين فوترين، واحد الفرصه اللي هارب من لابان ديال تولون، من السجن ديال تولون، واللي الاسم ديالو حقيقي جاك. وكاين مدام فوكير، هذه لا بروبريتير، صاحبه هاد لا بونسيون هذه دو مدام فوكير. اذا كانت هذه هي القراءه في اهم المعلومات اللي غتفيدكم باش تجاوبوا على السؤال الاول اللي كنذكر ممكن يجينا ان طابلو على نقطه، وممكن يجينا واحد الفقره وكنذكر به للمره الاخيره. فايلات البلوك طلبوا ليك عفوا لوتور صديق نفسه تكتب الكاتب، يقدر يكون يا فولتير، يقدر يكون بالزاك ولا محمد خير الدين. ويطلبوا لك لو تيتغ اللي هو العنوان، ويقدر يكون كونديد اول اوبتيميزم او لا الي تيتي فوا ان فيو كوبل اورو او لا لو بير غوريو. يطلبوك لو جونغ ليتيغيغ واللي يقدر يكون رومون ماغريبان او لا كونت فيلوزوفيك ولا رومون رياليست. ويطلب لك السياك اللي يقدر يكون 18 ولا 19 ولا 20. اذا بهكذا نكونوا شفنا السؤال الاول اللي كيجي على نوعين، ممكن يجينا كيف قلنا جدول وفقره، وضروري تمكنوا منه من هذه المعلومات اللي وريتكم باش تربحوا نقطه ولا جوج نقاط في الجيب على الدخله. اذا هذا الشيء اللي كاين في السؤال الاول، ونشوفوا بعد قليل السؤال الثاني.